مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة فقرات برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية لهذه الأمسية، والتي نستهلها بالنشرة الإخبارية من تقديم عبد الصادق علي أحمد. مقدمة النشرة: رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية صالح كبزابو يستقبل الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان في تشاد أوديا يوندي وزارهيم. الناطق باسم تحالف 43 حزبا سياسيا مالوم يوبيدي جيريكي يعقد مؤتمرا صحفيا بمناسبة الدخول السياسي للتحالف. المستشار بالسلطة العليا للإعلام السمع البصري لوري غونجي يختتم أعمال الورشة التدريبية لتعزيز الكفاءات المهنية لوسائل الإعلام حول تغطية الانتخابات. وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة نعرضها في حينها. أهلا بكم. استقبل رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية صالح كبزابو بمكتبه صباح اليوم الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان لدى البلاد السيدة أوديوا وزاهيم. كان ذلك بحضور وزيرة النوع والتضامن الاجتماعي أمينة بريسيل لونغو بجانب عدد من معاوني رئيس الوزراء، تعزيز أوجه التعاون بين تشاد والصندوق في مجال القضايا السكانية والاجتماعية كان محور هذه المقابلة. تقرير محمد المهدي أحمد عبد الله. عقب تعيينها منذ عدة أسابيع وقيامها بتقديم أوراق اعتمادها كممثلة جديدة مقيمة لصندوق الأمم المتحدة للسكان لدى جمهورية تشاد، فقد أتت صباح اليوم الجمعة الأول من سبتمبر أيلول 2023 السيدة أوديا يواندي أوزارهيم، أتت إلى رئاسة الوزراء لمقابلة معالي رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية صالح كبزابو وتقديم نفسها إلى معاليه كممثلة جديدة لصندوق الأمم المتحدة للسكان مقيمة لدى البلاد. وفي مستهل اللقاء رحب معالي رئيس الوزراء صالح كبزابو بضيفته مهنيا إياها على منصبها الجديد، مشيدا معاليه بالتعاون الوثيق الذي يربط بين تشاد وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مجال القضايا السكانية والإنسانية والاجتماعية، مؤكدا حرص حكومته على تعزيز أوامل إنجاح مهمة الصندوق ودوره الحيوي المتصل بعدد من القضايا السكانية. بدورها ولدى خروجها من المقابلة، قالت الممثلة المقيمة الجديدة لصندوق الأمم المتحدة أوديا يواندي إن زيارتها تعد زيارة ودية، وأنها جاءت لتقول لمعالي رئيس الوزراء إنهم موجودون بصفة دائمة للوقوف إلى جانب تشاد ودعم الحكومة التشادية في مجال القضايا السكانية والإنسانية في إطار حسن التعاون القائم، مضيفة بأنهم سيواصلون دعم اللاجئين خصوصا النساء والأطفال منهم، ولا يقتصر الدعم على فئة اللاجئين القادمين من مختلف المناطق فحسب، بل يتعداهم إلى عموم السكان وصحتهم، مشيرة كذلك إلى أن الصندوق سيعمل سويا مع الحكومة التشادية لتعزيز جهودها في مجال الصحة والتنمية. الجدير بالذكر أن صندوق الأمم المتحدة للسكان هو أحد الوكالات الأممية وينشط في مجال تعزيز القضايا السكانية والتنمية البشرية. هذه الأنباء تذاع على حضراتكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية من العاصمة أنجمينا. عقد يوم أمس الناطق باسم تجمع الأحزاب السياسية تحالف 43 مالوم يوبيدي جيريكي مؤتمرا صحفيا بالمتحف الوطني بالتعاون مع الحركة الوطنية للإنقاذ، وذلك بمناسبة الدخول السياسي للتحالف. التفاصيل في تقرير مصطفى بشارة محمد.
المؤتمر الصحفي الذي عقده تحالف 43 حزبا سياسيا حول عملية الإطلاق دخولهم السياسي. وبهذه المناسبة أوضح المتحدث باسم التحالف 43 حزب سياسي مالوم يوبودي جيراكي عن الأنشطة السياسية التي يقوم بها التحالف والتي ترمي إلى دعم الفترة الانتقالية من أجل الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار الذي حققته الحكومة الانتقالية، معربين عن امتنانهم للضباط الذين احترموا وعودهم الخاصة بتنظيم الحوار الوطني الشامل والسيادي الذي جمع الجاديين بمختلف أطرافها من داخل البلاد وخارجها قبل عام ومكنهم للاتفاق على العودة إلى النظام الدستوري، مضيفا بأن الحوار اتخذ العديد من القرارات بما في ذلك تنظيم الاستفتاء الدستوري الذي يسمح للجاديين تقرير المصير لاختيار شكل الدولة التي يرقبونها، موضحا بأن التحالف سيدعم جميع التدابير اللازمة التي تسمح في إرساء دعائم الديمقراطية واحترام حقوق الجميع. هذا وخلال المؤتمر قدمت العديد من الأسئلة من قبل وسائل الإعلام العامة والخاصة ورد عليها المتحدث باسم التحالف السياسي مالوم يوبودي جيراكي. اختتمت يوم أمس بمركز سيفود أعمال الورشة التدريبية لتعزيز الكفاءات المهنية لوسائل الإعلام حول تغطية الانتخابات، والتي نظمت بمبادرة من المعهد الانتخابي من أجل ديمقراطية مستدامة بإفريقيا والسلطة العليا للإعلام السمع البصري. ترأس المناسبة المستشار بالحماة لورو غونجي. التفاصيل في تقرير مصطفى بشارة محمد. أنهى المشاركون أعمال الورشة التدريبية التي نظمت لصالح 31 صحفيا قدموا من مختلف وسائل الإعلام العامة والخاصة، تلقوا معلومات حول تغطيات الانتخابات بطريقة نزيهة وشفافة، كما رفعوا توصيات موجهة إلى السلطة العليا للإعلام السمعي والبصري والمعهد من أجل انتخابات ديمقراطية مستدامة في أفريقيا، طالبين منهم تكثيف الدورات التدريبية لأجل مد الصحفيين بمعلومات وتوفير المناخ الآمن لهم أثناء تغطية الانتخابات. المدير القطري للمعهد من أجل انتخابات ديمقراطية مستدامة في أفريقيا الدكتور بيرا كادي سوسو فقد أكد بأن المعهد يثق في الصحفيين المشاركين في الورشة بأنهم سوف يعملون بصورة جيدة أثناء الانتخابات. المستشار بالسلطة العليا للإعلام السمعي والبصري لورو غونجي قال إن السلطة العليا بالتعاون مع شركائها تعملان من أجل تدريب الصحفيين في شتى المجالات الإعلامية سيما طرق تغطية الانتخابات بطريقة نزيهة وشفافة، مقدما شكره للمعهد من أجل انتخابات ديمقراطية مستدامة في أفريقيا على دعمه المتواصل للبلاد. انطلقت يوم أمس انشطة صحيفة لارو بدار الصحافة التشادية. ترأس المناسبة المقرر العام النائب بالسلطة العليا للإعلام السمع البصري غارماجي جان بيير. التفاصيل في تقرير عثمان يحيى الحاج. تشهد الساحة التشادية الإعلامية ميلادا جديدا لصحيفة لارو أي العجلة، والتي رأت النور في 31 من أغسطس لعام 2023، والتي تهدف إلى الاهتمام بالتعليم وحقوق الإنسان فضلا عن الرياضة. بدأت المناسبة بكلمة مدير النشر للصحيفة السيد إندوبا مارتين الذي شكر السلطات العليا بالبلاد متمثلة في السلطة العليا للإعلام السمعي البصري هاما. ناسرو واتالي جورنال القايدين أول لكن جينا لينو زودو قدي مرابا جامس قدام لارو وجا يسايت لارو يخدم كثير كل في شغلال قاينا دو education droit de l'enfant و football دومينا دانا ورينا في تشاد دانا زمغاي حاجي فوق قبيلين دابا سلارو جاي سايت في دومينا الدولة. بدوره رئيس الاتحاد الصحفيين التشاديين عباس محمود طاهر تمنى التوفيق والمزيد من التقدم للصحيفة، ونتمنى لها مزيد من التقدم. اليوم بلدنا عندها عدد كبير من الصحافة، وده بيوصف كونه في تعددية في وسائل الإعلام، ولكن في كثير من العقبات والمشاكل التي تواجه الصحفيين، بينها صعوبة الوصول إلى المعلومات، مشكلة تدريب الصحفيين، دي كلها مشاكل تواجه الصحفيين. احنا في اتحاد الصحفيين الجديد ده من أولوياتنا، وإن شاء الله نكون موجودين للدفاع عن الصحفيين ومرافقة كل الصحف
في تجاوز المشاكل. من جهته المقرر العام النائب للسلطة العليا للإعلام السمعي البصري هاما جان بيير غارمانغي أثنى على البادرة التي قام بها شباب تشاديين وذلك من أجل المساهمة في توصيل الرسالة للقارئ بقية تثقيفه في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وكذا مجالات أخرى، طالبا منهم العمل بمهنية واحترام دفتر المحامة المعمول بها لدى السلطة هاما. هذا ولتذكير حفل الانطلاق لصحيفة لارو أي العجلة حضره العديد من الوسائل الإعلامية العامة والخاصة بالبلاد. هذه الأنباء تذاع على حضراتكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية من العاصمة إنجمينة. تقوم مجموعة مكونة من كل من وزارة الإعلام ودار الصحافة التشادية واتحاد الصحفيين التشاديين بالتعاون مع منظمة اليونيسيف تقوم بزيارات إعلامية ميدانية للاطلاع على إنجازات منظمة اليونيسيف بولاية كانم. التفاصيل في تقرير حسب الكريم محمد سعيد بزين. هكذا هي حالة المستشفى الولائية لمدينة ماو وتحديدا من وحدة سوء التغذية ووحدة العناية بالأطفال التي تشرف عليها منظمة الأمومة والطفولة اليونيسف بدعم من الشركاء، حيث توقف الوفد العالمي على الحالات المرضية المختلفة التي يعاني منها الأطفال والذين يعانون من سوء التغذية والأمراض الأخرى ويستفيدون من مجانية العلاج الممنوحة من قبل المنظمة. وهذه شهادة أمهات الأطفال عن حالة أطفالهم وآلية العلاج. مرض حساس دول داي سببو شنو كولره كلام سببين دبي سخري وديوار مشل كيكن داي سببو يجد كلام مشل كيف سانا جبتها هسلقينا داورا الحمد لله ما شاء الله داو كل غينتينا ديركي ويالنا كل حس كده خير الحمد لله. عن آلية متابعة الأطفال تحدث المسؤول المحوري أن الأطفال بالمستشفى بين بكر الصديق والذي أكد أن اليونيسيف تعمل على رعاية الأطفال من صفر وحتى الخمسة عوام بجانب مكافحة مجاعة الأطفال. يعمل القسم على رعاية الأطفال الذين يعانون من أمراض أخرى. مدير المستشفى الولائي بماو محمد يوسف جيناسو تحدث هو الآخر عن أنشطة المستشفى والتي أكد على احتوائها على العديد من الأقسام بما فيها قسم رعاية الأطفال وقسم آخر مخصص للنساء والتوليد بجانب القسم العام، مؤكدا على أهمية الدعم المقدم من اليونيسيف لاستمرارية الخدمات الموجهة للأطفال لا سيما في مجال التغذية. هذا وتستمر الجولة لتشمل الأقسام الأخرى بالمستشفى بالإضافة إلى بعض الأنشطة التي تشرف عليها المنظمة على مستوى الولاية. من مدينة ماو حاضرة ولاية كانم حسب الكريم محمد سيد أبزين للإذاعة الوطنية التشادية. قام صباح اليوم والي ولاية سلامات عبد الله إبراهيم صيام برفقة عدد من الإداريين بزيارة تفقدية لمراكز التسجيل الانتخابي بمدينة أم التمان. التفاصيل من أم التمان مع مراسلنا بشارة محمد صالح. معرفة سير عملية التسجيل في القوائم الانتخابية بمدينة أم التمان حاضرة ولاية سلامات هي الهدف الرئيس من الزيارة التفقدية لحاكم الولاية الجنرال عبد الله إبراهيم صيام لبعض مراكز التسجيل في القوائم الانتخابية. وبدأ الحاكم زيارته التفقدية بمركز المنطقة العسكرية رقم 10 حيث أفاد قائدها الجنرال فوزري حسن بأن عملية التسجيل تسير بشكل جيد. أما حاكم الولاية الجنرال عبد الله إبراهيم صيام قدم شكره لفريق اللجنة الوطنية المكلفة بتنظيم الاستفتاء الدستوري على ما يقدمونه من أجل أن يحظى كل مواطن على البطاقة البيومترية. عقب ذلك واصل الوالي زيارته إلى عديد من مكاتب التسجيل الانتخابي داخل المدينة مناشدا سكان الولاية الخروج بكثرة نحو مراكز التسجيل من أجل التسجيل في القوائم الانتخابية لأخذ البطاقة البيومترية وهذا واجب وطني. من مدينة أم التمان بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية. وفي ذات الإطار أطلق صباح اليوم محافظ محافظة حراز البيار سليمان نورين عملية مراجعة التسجيل الانتخابي بالمنطقة. التفاصيل من المساقط مع مراسلنا علي محمد الدودو. بالجملة 49 مكتب كان خصصوا لعملية مراجعة التسجيل الانتخابي في كافة المراكز الإدارية التابعة لمحافظة حراز البيار بولاية جرلميت.
في خلال المناسبة لبداية عملية التسجيل في السجل الانتخابي، كثير من الإداريين والسياسيين كان تكلموا، من بينهم الأمين العام للحركة الوطنية القاسم MPS لولاية جرلميس أبكر موسى كالي، وفي كلمته قال واجب كمان مساعدة الإدارة من أجل النجاة العملية في ولاية جرلميس. ترأس المناسبة محافظ محافظة حراز البيار جبرين سليمان نورين، طلب من السكان الخروج بكثرة لعشان يسجلوا في القوائم هندسة التسجيل الانتخابي. من ناحية أخرى جبرين سليمان نورين وجه ندى للمسائل الإداريين والشيوخ التقليديين مساعدة العمال المكلفين بعمليات التسجيل من أجل نجاة مهمتهم أركان كلفون بها. ونذكر بأن العملية هندسة التسجيل دي تخص الشباب الدهابة عمرهم وصل إلى 18 سنة، والمواطنين ما كان سجلوا أو ساروا من مكان إلى مكان آخر. من مساجد حراز البيار، علي محمد الدودو للإذاعة الوطنية التشادية. أطلق صباح اليوم محافظ محافظة ياسونجا علي محمد الحملة التوعوية حول الاستفتاء الدستوري. التفاصيل من أدري مع مراسلنا محمد طاهر صالح. بعد أن أطلق وزير إدارة الأراضي واللامركزية والحكم الرشيد عملية الحملة التوعوية للجنة المكلفة بتنظيم الاستفتاء الدستوري بولاية والداي، فإن محافظ مقاطعة أسونجا العقيد علي محمد سيبي أطلق الانطلاقة الرسمية بأدري، وذلك بحضور ممثلي اللجنة الوطنية لتنظيم الاستفتاء الدستوري، وقد تداخلت المستشارة الوطنية فطومة إسحاق والعضو السياسي عبد الله حف الدين عن أهمية أخذ بطاقة الناخب التي بموجبها يستطيع كل مواطن اختيار من يمثله في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية، وهذا حق لكل مواطن. محافظ مقاطعة أسونجا العقيد علي محمد سيبي لدى انطلاقته عملية الحملة ذكر المواطنين بضرورة حمل بطاقة الناخب. الدوازة بكارت انت شغل تدورة الناري مع رئيسة انت تدورة ديبتي على انت تدورة مير هناك على انت تدورة بداية أصبب دا نجم فلان دا لنانسي أوفيسيال ما في ديبارتما أنا أسونغا و دينا ما أنا مرام لا كونسيير ديبتي و موندل كل جوانا من جمعنا عشان يسو توية للناس كمرو كتب وانتو كلها سو توية عشان يمرق أي نادي عمره 18 ده اللي يجي كارت هناو. يدير بالإشارة أن الحملة الوطنية تطال كل الأراضي التشادية لمن هم فوق سن 18. من أدري محمد طاهر صالح للإذاعة الوطنية التشادية. بهذا الخبر من مدينة أدري نصل إلى نهاية النشرة الإخبارية لهذه الأمسية، ولمن فاتتم إليه بعادة لمقدمتها. رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية صالح كبزابو يستقبل الممثلة المقيمة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في تشاد أوديا يوانديه وزرهيم. الناطق باسم تحالف 43 حزبا سياسيا مالوم يوبيدي جراكي يعقد مؤتمرا صحفيا بمناسبة الدخول السياسي للتحالف. المستشار بالسلطة العليا للإعلام السمع البصري لورو غونجي يختتم أعمال الورشة التدريبية لتعزيز الكفاءات المهنية لوسائل الإعلام حول تغطية الانتخابات. كما استمعتم في النشرة إلى أنباء أخرى متفرقة في تقديمها عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني أولي جوناس، في الإعداد أحمد خميس، في التنسيق والإخراج عثمان آدم الدود، وفي الإشراف يوسف محمد زين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.